أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's practice today Surah number 79 verses 7 to 14. We will practice each one three times inshallah. To memorize, you have to rewind the video again and again until you read more than 20 times, then you will understand it inshallah. تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة Let's combine them together. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Keep practicing, keep repeating the video till you memorize 20 or more times. By the time you hear that many times, you will know it inshallah.